يبدو أن الأمور بدأت تختلط فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية، حيث أصبحت وزارة الدفاع التركية هي التي تتحدث بالإنابة عن الخارجية، خاصة لمهاجمة الدول الخليجية، تلك الحكومة التركية التي لم تترك بلداً إلا واختلقت معه المشاكل وأشعلت معه السجالات ما دام لا يخضع لسياساتها وأطماعها. فقد شن آخر حملاته الاعدائية ضد الدول الخليجية، إذ وجهت وزارة الدفاع التركية انتقادات إلى حكومة البحرين بسبب رفضها التصريحات الصادرة مؤخراً ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، زاعم أن وصف البحرين للأنشطة الإماراتية الداعمة للاستقرار في المنطقة بالبناءة وإظهار ردة الفعل التركية على أنها تستهدف الأشقاء العرب هو محاولة مؤسفة وغير مجدية حسب قولها. وبالخصوص أوضحت الدفاع التركية في بيان لها أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية بشأن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال لقاء مع قناة الجزيرة لا تعكس الحقائق، فيما لوحت مجدداً عزم أنقرة تقديم الدعم الاستشاري والمساعدات والتدريب العسكري لليبيا. وكانت الإمارات قد ردت على التصريحات العدوانية التركية التي جاءت على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار وصفة إياها بالاستفزازية، وذلك على خلفية التواجد التركي في ليبيا، مطالبة أنقرة بالتوقف عن تدخلها في الشأن العربي. كما استنكرت البحرين التصريحات العدائية لخلوصي أكار تجاه دولة الإمارات واعتبرتها استفزازا مرفوضا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية. وأدان البرلمان العربي أيضا التصريحات العدائية الصادرة مؤخرا عن وزير الدفاع التركي ضد الإمارات، مجددا تضامن ووقوف البرلمان صفا واحدا ضد هذه التصريحات الاستفزازية. كما جدد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن رفض التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تمثل تهديداً للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.